يجوز في ناس كثيرة مو فاهمين عنده، لكن أنا فاهم وأنا بستطلع على المكان وأشوف قديش في عراق وتاريخ. عبده امتداد بالتاريخ طويل وزمن بعيد، عبده البسيط، عبده المكافح، وثمرة من ثمار هالوطن الكبير ومثله كثار. شو الأصوات هاي؟ هاي أصوات الانتخابات. آخ يا أبو عبيد، شو كنت متمنى ترشح حالك؟ يا أخي رشح حالك، شي مرة طعج لي إياه هذا زيتون. أنا من غير ما رشح حالي ما خلصت منه، كيف لو رشحت حالي؟ بتطعجه إذا رجحت حالك؟ لك كل أهل الحارة بيحبوك بيموتوا عليه. خلاص يا عزم، أنا عزمت وتوكلت. يا أخي شو هالحكي اللي عم تحكي؟ ما بيصير أخي تعزم عزايم هلا، إحنا ما لنا فضيلة العزايم منه. لا حبيبي معتز، يعني أنا عزمت وتوكلت. توكل الله معك، بس إنه تعزم وأنت تتوكل، إحنا بنبلش بالمعازيم. لك أنا أصعد بالانتخابات شلون؟ سيدي يمكن ما جبت مجموع. أكيد صار في لعبة، أكيد أنا متأكد. هذا عبده. عبده يلي عم يشتغل ضدك وخلى الناس يعزفوا عليك، يعني يعزفوا عنك. أنا انتهيت يا حربو. انتهيت. ولا يهمك، لسه في امل تنجح. شلون؟ لك شلون طالما النتائج ظهرت شلون؟ نزيل بانتخابات الارياف. الارياف؟ ليش هنيك كمان في انتخابات؟ طبعا في انتخابات وما في عبده. ابري عليك حربو، ابري عليك، هنيك فعلا ما في عبده، واكيد هيك بنجح انا، اكيد. حربو انت اعدت لي ثقة بالحياة من جديد، وانا مكافأة لك رح ارقيك. ولي انتصرنا. سفيان الدوسي، انا هاد اللي عم بيصير ماني موافقة عليه من ابنه. لك صف. انا شو طالع بايدي امي؟ لك صف طالع ايدي. قرار عبده. لك انه قرار هذا؟ لك امي لك انه قرار؟ يعني ما بصير، معقولة يا زبة تخلي زوجك يسافر ويترك الثروة بايد واحد غريب؟ لو منين طلع لنا هذا حمصت الكي زعفر اللي ما بيتسمى يخرب ذوقه. اسمعي لقلك امي، اذا تبالي فكره بتقلي له شغله. شوفي شو بتقلي له، يا امي بتتوكل بالثروه يا اما انا بسافر معك، مو انا يعني انت قصدي. فهمت؟ تعالي فهمك. تعالي. يا عبدو يا عبدو يا عبدو يا عيب الشوم عليكم، عم تبكوا؟ نحن ما عم نبكي من ضعفنا يا عبدو، نحن عم نبكي من حنيننا إلك. لا 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 أنا مو متصورين، نعيش من دونها. تعودنا لأنه عليك حبيناك. تواجدي ما له مهم بقدر المثل اللي زرعتها بنفوسكم تضل موجودة. أنا مثل يا عبدو، أنا مثل اللي عم تحكي عليها، ورح تتركنا لله يا محسيني وتتركنا بين إيدين واحد غريب. ما هذا اللي خلاني فضل الغريب على رعاية مصالحي، لأنه أنتوا لساكن صغار ما نميتوا. ما نمينا؟ شو فكرنا اولاد صغار؟ ولا مفكرنا جهال؟ كل عظامنا كادة بتوجعنا وانت عم تحكي الحكي.
على كل إن فيكم تعتبروا اللي عم بيصير تجربة، وأنا لازم أعرف نتائجها، أو بالأحرى بدي أعرف نتائجها. ولكل حديث حديث. معتز لا انت عم تفهم شيء؟ قولي سيدي اخبار سعيده ومفرحه وسعيده جدا ومبسطه. الى الى اكيد صار مصيبه، مو هيك؟ مصيبه هي مصيبه بعقل يا سيدي، مصيبه بعقل. شو بتقصد؟ قول. عبده بتقدر يسافر على امريكا، بده يرجع لهنيك. شو؟ افرح يا قلبي افرح. شو قلت؟ مثل ما عم اقول لك. ايه منين عرفت؟ اخباري موثوقه تمام يا سيدي، تمام. طيب منين عرفت؟ الاخبار منين جبتها؟ مارق من حارتهم؟ لقيت لك ولد من عيلتهم قاعد قدام الباب. ايوه يمكن ابن عمه، يمكن ابن اخته، ما بعرف. المهم لقيت الولد دموعه نازله وعم يبكي. قلت له شبك عمو؟ ليش عم تبكي؟ اللي روح من وشي، روح. هيك ولد جفيس يا لطيف. قلت له لا عم تصرخ بوشي؟ قسما بالله بضربك ضرب بفك لك نيعك، فهمتوا؟ لا. قام قال لي بدك تضربني؟ والله بنادي لك لعمي يكسر لك ايدك، لانه انا عمي بده يروح على امريكا، قبل ما يروح بيقتلك. قلت له مين عمك؟ قال لي عمي عبده. لك هيك قال؟ إيه؟ بس هذا حمولي ولد صغير، بركي يعني كان فهمان غلط. يا بيك سكرناها بوشه، حرقنا له معمله ودكاكينه، ما عادت درت عليه مصاري. سكر بوشه، شو بده يعمل؟ قال برجع لأميركا بكرامتي أحسن لي. هيك فكر هو. شوف حربو، إذا كان هالخبر صحيح أنا رح بعطيك مكافأة محرجة. تعطيني راتبي؟ برأيك. ولي يا عبدو خلاص يلا خلاص 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 خلاص. أنا أجريت اتصالاتي ورتبت أموري وقرر جرب حظي هنيك بالضيعة. ناجح يا بيك ناجح، أنا شايف نجاحك قدام عيوني، وأنا ما قصرت، عملت لك دعاية فظيعة هنيك، دعاية قوية كتير. ليش؟ لأنه هنيك الناس بسطة بسطة، كلمتين حلوين منك بخلون يطوشوا ويلوشوا ويصيروا يصرخوا بدنا زيتون، أعطونا زيتون، نشحولنا ناشية الزيتون، طعمونا زيتون، بدنا زيتون يا جماعة، نحن بدنا زيتون. سيدي إذا نجحت بتوعدني إنه ما ترقيني؟ تعطيني راتبي وبس، بس راتبي بوس إيدك. ولا استاذ سلوة عبده بتاخذها انت على اي اساس؟ عفوا شو بتقولي؟ عم بتقول على اي اساس يا دساس بتاخد ثروة واموال الناس؟ اخي عبده ابن امي وابي، ولا مفكره ماله اهل؟ يلي ما عندك عقل وكل حياتك جهل بجهل. وانا حماته من وقت ما تزوج بنتي لوقت ما ماتوا. ايوه صحيح، اللي استحوا ماتوا. يا جماعة بدي أفهم شو بتقولوا؟ ما تتغاب علينا وتفكرنا مسكرين أدنينا وعاملين عينينا. هيدي الثروة من حقنا نحنا، إذا نحنا ايوه هيك اكتمل الوزن. عبدو هيك بده، والمعلوماتك يا حسون بدك تفهم وتفهم معتز ومامون اللي ما بداوم منكم في عمله، ومثل ما كان الوضع على أيام عبدو وعلى أحسن ما إلو راتب، وإذا تخلف عن العمل أكثر من يوم بفصله. هزلت هزلت وقت كان ما يكان، وإذا الجراد جاء فما عليك إلا بالنداء. لا فطفوك ولا تربت يدك، سكلتك أمك. هذا هراء، الكلام هذا ما يمشي عندي. بدك تفهم أنا مو عاطفي مثل عبده، وقراراتي حازمة وصارمة، واللي مو عاجبه يروح يشتكي، وإذا بزودوها أكثر من هيك
برفع عليكم قضية قدح وذم يلي ما عندكم دم. هم قولي حسون شو هذا القدح؟ قدح بجوز قدحته خالص كازا، فخلينا نمشي قبل ما ياكلنا تازا. مبسوطة ندى؟ طول ما أنا معك مبسوطة. الله على المكان شو حلو. شايفة على النسمة بتشفي المريض. مريض شو؟ مرض الأوبئة والدخان. هون بتحسي المكان ملكك. بلشت تقول غزل قبل ما نوصل على الضيعة. عالضيعة يما عالضيعة، عالضيعة يما عالضيعة، ودي وبلا هالبيعة. إن شاء الله تستقل السيارة. حربو لا تستعجل، ما أنا مستعجل نوبة. على مالك؟ مشان لحق الانتخابات سيدي. لا شو انتخابات؟ اللي بسمعك عم تحكي على الانتخابات بقول كأنه موعدين وحدة ست عم تستنانا. على مالك هدي شوي شوي. حاضر أمرك سيدي. دير بالك، أنا حياتي أهم من كل شيء. طبعاً بس نحن لازم نسابق الزمن لأنه ورانا شغل هنيك، بدنا نجمع أصوات بالضيعة. لك عمّا، لك شو صار؟ الله وكيلك يا سيدي ما بعرف. انزل وشوف، أوام؟ لحظة. انزل شوف. لحظة لشوف شو صاير، والله ما بعرف شو صار. لك خلصت بسرعة بلا لا تعجل. خلاص نام. شو صار؟ نام، نعس ونام. شلون يعني؟ الإطار سيدي. شو بو؟ نام، نعس ونام. ما فهمت، شلون يعني؟ فسر لي اياها. يعني انفجر سيدي، انفجر قلبه مليان منك وقام طق وانفجر. ها هلا الإطار انفجر لأنه قلبه مليان مني؟ طيب انت شو عرفك؟ الله وكيلك ما بعرف يا سيدي. انزل وشوف. هلا فهمت انا انه الاطار انفجر، بس انه انفجر لانه قلبه مليان مني، هي اللي ما فهمتها. شلون يعني؟ شو بدي افسر لك؟ شرحها بطول هي سيدي. ولك يا فهيم بدل الاطار وخلصني بقى. حاضر. لك شبك ليش عم تضحك؟ تعال شوف السيارة شكلها نكتة. السيارة هي شكلها نكتة؟ فعلا معك حق، السيارة نكتة وأكيد اللي بقلبك كمان نكتة. يلا كمل شغلك، كمل شغلك. مو ملاحظ معي إنه المدة طويلة شوي؟ لو سألتني ليش ممكن تقول لي خذ شهرين كمان. أوف 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 أوف، لهالدرجة؟ مهمة إنسانية كلفت فيها ولازم أكون على قد المسؤولية. ما فهمت عليك. عبده قرر يغادر الأرياف. يغادر الأرياف؟ مشاريعه هون. مشان هيك أنا طلبت إجازة. كمان ما فهمت. عبده حملنا مسؤولية وسافر، وأنا لازم أرتب الأمور بالشكل الصحيح. يمكن أنجح في شيء عبده ما نجح فيه. يا سيدي الله يوفقك. يظهر أنه عبده اختار الإنسان المناسب. طولي؟ يعني بدنا شي ساعة ساعتين، إذا تعبانة نامي ها بعدين نفيقك. أنت مو تعبان؟ لا لا أنا مو تعبان بنوم.
إذا تعبانة بسوق عنا. لا حبيبتي، هي أم عبدو، ما حدا بيعرف يسوق غيري. على فكرة هيك بتطلع شوقوية، ها شايفة؟ أكيد بس ما تقطعنا، ها ما رح تقطعنا. نامي ندوش نامي. أم عبدو يا أم عبدو غني لنا غنية، أم عبدو يا أم عبدو غني لنا غنية. لا شو صار لها سيارة ندى؟ ندى؟ إيه شو في؟ ما بعرف شو صار لها، لحظة لا. قولي اللي عليها. عم تكر لها ورا ندى. ندى؟ عبدو؟ أم عبدو؟ أم عبدو؟ لحظة، هي لأنه طلعة، بدي أعزم من أول، ها على فكرة. من أول؟ إيه من الأول. أوعك ترجع تسرع من أول وجديد، ها؟ عم سابق الزمن. ولك هدي، هدي أحسن ما أطرقك كف طلعك من الشباك. وأنا سايق. إيه أنت وسايق، فكرك بهمني؟ أنا ما بهمني. طيب جرب أعملها لنشوف. حربو لا تستفزني، ها لا تستفزني، بضربك كف طلعك من الشباك. ما حتقدر تضربني كف، لأنه إذا طلعت من الشباك بدها تروح السيارة وأنت بتموت، وثروتك بتروح للورثة طبعا، وما بتنجح بالانتخابات. يا سيدي بضربك كف وطلعك من الشباك وباخذ منك الكدون وبدبر حالي. يعني هديها ما في فائدة؟ ايه هدي سواتك ما في فائدة. لك شو صار؟ شو صار؟ ما بعرف شو صار، شو بعرف؟ الاثنين انفجروا سيدي، الدالو بين مبشورين. نعم العنين، وشو بدنا نسوي هلا؟ ما في غير ناخذها مشي. لا دير بالك، فتح عينك انت السمسمه، انا ما بمشي، انا بتعب. ولا بتعب كمان، ليش انا ما بتعب يعني؟ هلا بنودو لتو عجن، شو بدنا نسوي؟ ما في غير نستنى اشي حدا ما راقب ياخذنا معه. الله ونعم الوكيل. مرحبا يا اخ. يا اهلين وسهلين حبيبنا، نحن انقطعت سيارتنا، بالامكان نركب معك؟ اي اهلا وسهلا، تفضلوا. لوين رايحين؟ نحن رايحين على الضيعه. اي وانا رايح على الضيعه. يلا يلا فرجت. لحظه ايه. دقيقه علمي. يلا شو بدك؟ دبرت لك توصيله. مع مين؟ شو مع مين؟ مع هالاخ، في غير هاي السياره يعني؟ ولك حربو، انا زيتون اضرب واطرح، اركب هيك سياره انا؟ لكان نقضي الليل هون مع الحياه والسعدين والنسانيس. لك يا حربو، انا مستواي مو هيك، الناس ما امات، شو بك؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله. ندى، ندى. في شو بك؟ شو في؟ في جماعه بدهم يطلعوا معنا. هلا وقتهم. انت تطلعي مين؟ تعرفي لها؟ تشوفي شوفي مين؟ مين ها؟ لك زيتون ما غيره. زيتون بدك طلع معك بالسيارة؟ انت اطمني. ايه شباب بدكم تطلعوا هلا ولا لا؟ حاضر حاضر. لحظة لحظة سيدي، خلينا نروح نركب معهم بلا ما نعيش طول الليل مع النسانيس ويهجموا علينا الضباع. ولك حربو، قلت لك انا ما بركب هيك سيارة عليك. شي ما في حل تاني، ما في حل تاني، انا رايح اركب فيها. روح. قولي قولي يا اهلا. قولي يا اهلا. قولي لك شباب، ليش هيك عم تطوط وتولول؟ شو في؟ ولك عرفت منو هذا اللي بدنا نركب معه؟ لا والله ما عرفت منو. ها ولك هذا عبدو. عبدو 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 عبدو. لك ايه عبدو. العتب على النظر، مالي حامل نظارتي ما عرفته. عبدو حابب غندوره غيره ما بده. يا شباب خلصونا، بدكم تطلعوا ولا لا؟ لا ما انا جايين. ايه مثل ما بدكم، خليكم مقطوعين هون. ولك انا بس بدي افهم، بس بدي افهم، انت ليش لاحقني؟ انا ماني لاحقك. انت مالك لاحقني؟ بلا لاحقني، انا تركت لك المدينه واجيت لهون على الضيعه مشان اجرب حظي، وايز تطلع لي حضرتك مثل حبصت الكيب وشي، وانا عم اقول لحالي ليش هيك حظي عم يعاكسني ويجاكرني، ترى منك انت، منك انت. حبيبي
كل واحد منا يمشي بطريق وكل واحد بحال سبيل، لا إلي معك شيء ولا إلك معي شيء. اسمع بلا لا توعجن، أنا راح أنصحك نصيحة حطها بحلق بأدانك، ارجع مطرح ما أجيت بسرعة. أبام أبام عم تهددني؟ إيه عم حددك. إيه لك طولوا بالكم يا جماعة، شو يعني عم تتخانقوا؟ امشي امشي امشي، روح حربوا روح، امشي معلاني اركب مع هيك نمر، روح امشي امشي قدامي روح، أمرنا لله. إيه خليكم مقطوعين. اطلع سيارة اطلع اطلع اطلع. نعم يا اخ. يعطيك العافية. اهلا وسهلا. بدي اسألك، مكتب مدير التحرير وين بيصير؟ تفضل انزل المصعد. هذا هو. هذا هو؟ نعم. يعطيك العافية يا أستاذ. الله يعافيك. أهلين. حضرتك مدير التحرير؟ أي نعم. في عندي استفسار كتير صغير. تفضل. يعني بدي أسألكم، كيف بتسمحوا لنفسكم يا سيدي الكريم إنكم تتشغلوا عنكم هيك أجناس؟ ناس من برا دحا ومن جوا نحاس. عفوا يعني أنا ما فهمت عليك. يا سيدي الكريم، هذا السيد جعفر عم يلعب له بعلاقه لاخي عبده وعم يبعزب له مصرياته، يعني فبدنا منك تنصحه انه يبعد عن اخي احسن ما خلي حنكه يرتخي. شو بدك يعني يبعدهم عن بعضه وهن بيعرفوا مصلحتهم؟ خوك مانو صغير. بس يا سيدي الكريم، جعفر عم يلعب له بعلاقه لاخي، خرب له عقله يا اخي، وعم يخليه يبعزب مصرياته هون على الباضي وعلى المليان بمشاريع ما في مرعها غير الضرر. بس على حد علمي انه هن عم يعملوا مشاريع مهمه وجيده ومفيده للبلد والناس. ايه مظبوط، معك حق، للبلد وللناس، بس مو الي. بقصد يعني مو لاهله لاخواته. وبصراحه اكثر انا خايف على عبده ليصطع الحديده وما يلاقي شيء يتغطى فيه غير الجريده. بقى الله يوفقك يا أستاذي الكريم، تحكي مع السيد جعفر خلي بعد عن أخي قبل ما خلي ما يعرف على أنه جدار بده يتكي. شيل الباب ما عم يتسكر.
السلام عليكم. السلام ورحمة الله. مرحبا. بيت أبو وليد هون؟ بيت أبو وليد ليكم. شكرا كثير. يا مين السلام عليكم. عليكم السلام، مرحبا، اهلا. هون بيت ابو وليد؟ نعم. انا ابن ابو حسون. ابو حسون اللي سافر على المدينه من زمان؟ ايه، بتعرفه؟ الحقيقه والدي بيعرفه، انا ما بعرفه. معناتها انت وليد؟ نعم. وانت اكيد عبدو، ها؟ اهلين وليد. اهلا. هلا هلا. عبدو كيفك؟ الحمد لله، مشتاقين. زوجتي ندى. اهلا وسهلا، شرفنا. تفضلوا تفضلوا. تفضل. شوف حربو، انا اذا خسرت الانتخابات بجن وبطق بموتها. ان شاء الله. ان شاء الله يا سيدي، ان شاء الله. شو عم تقولوا؟ لا لا، قصدي يعني ان شاء الله بتنجح. لا علي علي، شوف حربو، اللي بتجمع لي اهالي الضيعه كلياتهم وبتخطب فيهم بتوعدهم وعود براءه براءه. ولا يهمك، اليوم بقول لهم لازم ينجح زيتون عندكم بالضيعه، اذا نجح عندكم بيركب لكم تلفريك من الضيعه للمدينة. لك لا لا لا، يعني مالك شايفة تخينة شوي؟ لك لازم نتخنها، لازم نتخنها مشان يقتنعوا ويعطوك أصواتهم. بري عليك، طالما هيك تصرف أنت. بس يا ريت نأجلها لبكرة، لأني اليوم تعبان وبدي نام. من الليلة، من الليلة يا حربو، خير البر عاجله. شو هي جوازة؟ ولك أهم أهم الجوازة، ولك هي انتخابات. بعدي حربو اسمع، بدي أدسلي على هذا اللي اسمه عبدو، شوف لي وين رايح وين جاي وين عم ينام وين نازل. ها ليلي لك ايه كله الليلي بعلي، وينك؟ وعك تزعجني وقت بترجع؟ وليش بقى؟ لاني رح اكون نايم. بالله شو انت تنام وترتاح وانا افتل على اصاب رجلي طول الليل؟ ولك انت شغلتك عندي موظف، موظف انت بس لخدمتي وراحتي، شبك؟ حلو، اقنعتني، تقبضني راتبي. خلاص، برأيك برأيك، يلا قوم اتحرك قوم. عم اقول شلون عم بسمن انا، شلون تاري منفوخ نفخ منه نفخ، مع اني ما عم باكل شيء. يعني عبده توكل وسافر؟ اي نعم، الحقيقه هو بحاجه لاجازه، من زمان كان لازم يعملها. فعلا. هلا انت كيف لقيت امور المؤسسه؟ المؤسسه امورها مطمئنه بس بدها متابعه. اكيد. دخلك؟ اخواته لعبده ضايقوك شيء؟ في أول يوم جتني حماته وأخوه، بس أنا عندي فكرة عنهم من عبده وراح أطول بالي عليهم، بس لازم أكون معهم صارم وحازم عشان يفرقون بيني وبين عبده. صحيح، بتعمل عين العقل. إيه، الله الله الله، من زمان من زمان. الله يرحم أبي، كان دائما أجيب سيرة أبوك الله يرحمه. الله يرحمهم اثنين. يا سلام يا سلام يا عبدو، قديش الدنيا ضيقة. شوف شلون الدنيا دارت والتقوا الأبناء. بس ما قلت لي شو أخبار أخواتك حسون ومعتز؟ الحمد لله ماشي حاله. أمانة يا عبدو، المرة الجاية جيبهم معك أو خليهم يزورونا. حاضر، بس هلأ أنت يا وليد طمني عنك. أنا والحمد لله حصلت على الدكتوراه في الزراعة واشتغلت فترة في السعودية، وحبيت أخدم ضيعتي وبلدي، وناوي إن شاء الله أني أرشح في انتخابات البلدية عشان أخدم هالضيعة وأهل البلد. ربنا يوفقك. وكيف شفت الضيعة في فترة غيابك الطويلة هذه؟ الضيعة بتضل مكان جميل يا وليد، حلوة كتير، بس صار فيها شوية عمار. إيه الله يرحمه أبي، باع كل الأرض مشان يقدر يسكننا ويأملنا بيوت بالمدينة. بس أنا بدي أشتري أرض وبدي أزرع وبدي أفلح بإيدي، هيك جاي على بالي وبدي ساعدك هلأ كتير يعني. ان شاء الله. بس عبدو انت جاي من السفر، ليش ما تروح ترتاح؟ لا لا لا، قلت لك خليني اشتغل بايدي، انا بحب هذا الشغل، بيعطي هدوء وراحه للنفس. يلا يا وليد. ماشي. Thank you.
جماعة متذكرين أبو حسون الله يرحمه؟ الله يرحمه أبو حسون. الله يرحمه. هذا ابنه عبده. الله يرحمك يا عبده. الله يرحم أبوك يا عبده. الله هذا عبده. الله يرحم أبوك يا عبده. كان قلت لي هذا اللي اسمه وليد نازل بالانتخابات. نعم سيدي نعم، الخبر موثوق وعبده نازل عنده كمان. اكيد اكيد لك خبر موثوق سيدي. لك هذا عبده بده يضل وراي اخر اعجنه حاجين اطحن وطحين. لا بدك تعتمد
عجين ولا طحين حتى أعرف شو بدي أشتغل. عجين وطحين بآن معا، المهم إيش في قليل منه. شوف حربوك تجمع لي الأهالي تبع الضيعة كلياتها، بدنا إلي منه كم شب بتطمعهم بشوية بصاري مشان يشتغلوا معك، مشان يقنعوا الأهالي بالتصويت إلي، مفهوم؟ حلو، أقنعتني هيك، هتعطيني مصاري حتى أقنعون. وعود وعود يا حربو وعود. شباك بعدين بتقولون بس ينجح زيتون بالانتخابات رح يعطي كل واحد منكم راتب هالقد وكبير، ورح يوظفكم عنده كمان. ايوه مثلي يعني؟ لا لا مو مثلك، مثلك قل شوي قل. طيب بهالحالة هي إذا أنا ما أخذت راتبي هن شلون بدهم يقتنعوا؟ شو قعدون؟ شو قلون؟ على المشمش بتقبضوا؟ أيوة ذكرتي بالمشمش، صار لي زمان ما أكلت مشمش. حربو هات لي مشمش. قولي ذكرته بالمشمش. أخواني 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 يا أهل بلدي، إحنا لازم نكون يد واحدة، لازم نطور ضيعتنا، الضيعة ينقصها الكثير الكثير، لذلك لازم نكون يد واحدة حتى تصبح الضيعة أرض خضراء وجميلة. شكرا. مرحبا جعفر، اطلب لي امريكا. اطلب لي امريكا. امريكا؟ لك ايه، اعطيني الكتكوت نمبر مشان احكي مع عبعب يعني عبدو. مو عارف بيه قبص. هلا بتمزح معي؟ عم تمزح معي؟ يعني مو عارفه مين انا؟ اخو عبدو. لك ايه اخو عبدو، يعني هو صاحب المؤسسه هي كلياتها، فهمت ولا ما فهمت؟ طلبت لي الكتكوت نمبر. الى الان ما فكس. يا لطيف يا لطيف، مالي طايقك انا، شو وين شو دخلك انت؟ مؤسسه تبع اخي. نمبر نمبر ايه الو، لو سمحت تعطيني امريكا شيكابيكا. باي ولايه؟ ولايه موزمبيق افل ابريق. ايه تحت تحت نزل غطس نحل ميسيسيبي على الحافه. شفت هدول المصاطب تبع نهر السين؟ ايه قريبه من بحر قزوين. ايه وينك عمي؟ لا تقعد الدوش اذا بدي افيدك اكثر. شفت شلالات النياجرا؟ مو على طرفها في شلالات العين؟ هنيك في سمان. قل له شو صار بالرزاق؟ هيك لكان عم يخطب بالاهالي وعبده عم يدعمه. شوف حربو، احنا اذا سكتنا اكثر من هيك رح يمسحونا مسح. لازم نتحرك، احنا لازم نقلب رؤوس اهل الضيعه كلياتها ضدهم. بعدين هذا عبده بتفهمه لاهل الضيعه، هذا مجرم خطير قتال قتله، ارتكب جريمته وهرب لعند وليد وتقاسموا المصاري سوا. نحن لازم نقلب الدنيا فوقاني تحتاني، نحن لازم نخلي قلوب اهل الضيعه فايره ضدهم عم يتهلب لهلبه، مفهوم؟ نعم مفهوم. هي مصلحتي سيدي تبع اللهب والشعل، مصلحتي. شعلنها شعلنها، شغلها شغلها، ولعها ولعها. طمني يا عبدو، كيف احوال المدام مع الوالد والبنات اخواتي؟ مبسوطه كثير ومعلموها طبيخ الضيعه والخبز المشروح. ايه كويس كويس. شبك وليد؟ كانه في بوشك حكي. زيتون هذا اللي رجع الضيعه مو مطمن له ابدا. بعرفه منيح. عم يحاول يجمع اصوات الاهالي عشان ينتخبوه. سبق وعملها بحارتي بالمدينه وفشل. الناس في المدينه يا عبدو اوعى من هون. الناس هنا في الضيعة بسطاء وبيصدقوا كل الكلام اللي بيسمعوه، وهذا زيتون بيوعدهم وعود غريبة عجيبة. معناتها لازم نعمل حملة توعية، نفهم الناس مين هذا زيتون ونكشفه قدامهم انه هذا عم يستغل طيبتهم وانسانيتهم. يعطيك العافية يا استاذ جعفر. ايوه يا حسون خير. يعني انا جاي بدي اسألك عن اخبار عبده، يعني هو عم يتصل فيك شيء؟ لا لا معقول يكون لا، ليكون عم يتصل فيك وما عم تقول. شوف هذا الحكي وارد جدا لانه الشيء اللي عم يصير ما بيدخل بالدماغ، والامور بالفتره الاخيره كثير ملخبطه وفايته بالبابا. لكن يا استاذ جعفر معقول يكون المال مالنا وانت اللي مسؤول على حالنا؟ حسون اخوك ما سلمنا المؤسسه عشان تصير فوق فوق فوق. وشلون بدها تصير فوق فوق وانت عامل جدار؟
مقرر بيننا وبينك ومطوق علينا الطوق. أتمنى أنكم تحسون بالمسؤولية وما تعلقون أخطاءكم على شماعة أخوكم. منه ومن تصرفاته، ما هو لو بيرد علي ما كان الحال على هالحال وكنا عال العال وما كل الكلام ينقال. أخوك يا حسون ما سلم المسؤولية إلا بعد ما فقد الأمل منكم. لكان شاطر بالحكي لأنه صحفي. يعطيك العافية. يا أهل الضيعة الطيبين اسمعوني ولا تصدقوا أي كلام ينقال، واحذروا من الوعود الكاذبة، خليكم صاحين وواعين وما تصدقوا أي شيء ينقال. إذا ما بدنا نصدق زيتون بدنا نصدقك لك؟ أنا منكم وفيكم، أنا ابن هالأرض وانتو كلكم تعرفون تاريخ حياتي. زيتون نعرف أصله فصله. زيتون ابن الضيعة. أصلا زيتون مع مصاري ومنعرفه غني أبا عن جد. زيتون بيعرف كل المسؤولين وبقدر يوصل أصواتنا لهم. يا ناس ما تغركوا المظاهر، زيتون ما بيعرف حدا، والمصاري هاي اللي عم يحكي عنها مو إلكن، هاي مصاري هو. نعم والمصاري هذه عملها من وراكم. نسيتوا؟ نسيتوا قديش استغلكم واشترى أراضيكم برخص التراب؟ نسيتوا يا أهلي؟